هذا قال لك هذه اخته عنده عايشه معاه مسكينه، واش يعطيها الفطره ولا ما يعطيهاش؟ هذه اختك اللي عايشه معاك تنفق عليها ولا ما تنفقش عليها؟ ما ينفقش عليها. الا ما ينفقش عليها يعطيها الفطره. قريبت له. الا كان ينفق عليها وتكفل بها ما يعطيهاش. الا هي ساكنه معاه وفقيره هي الاولى يعطيها الفطره.